السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غندير لكم الجزء الثاني ديال هذا البوندونتيف. درت لكم الجزء الاول صورت فيه هنا، اليوم غادي نصاوبو الفوق ان شاء الله. هذا اللي بديت لكم، وريتكم كيفاش كنبداو، كيفاش كنصاوبو الجناح، ودفنت الخيط في العقيق، وريتكم الطريقه، ورجعت كملت هذا، كنعاود ندفنوا الخيط في العقيق وكنطلعوا لهنا، هذاك الخط الفضي اللي صابنا في الاول باش نطلعوا للفوق. غنبداو بسم الله، عندنا هذا الخط الفضي غادي نبنيو عليه. دابا نوريكم واش غنديروا. غادي نصاوبوا هذا الخط الثاني، عندنا هنا وحده فضيه، ثلاثة بيضين، وحدة فضية، ثلاثة بيضين، وحدة فضية. لكن ما قلنا إلا بينا نحلو كنهزو جوج عقيقات دقة واحدة، كنهزو وحدة كحلة، وحدة فضية، وحدة كحلة، هكا كنجيو كندخلو في هاد الخيط اللي شدينا به العقيق. كنرجعو كندخلو في العقيقة الكحلة، كنهزو وحدة أخرى كحلة، كنجيو هنا كندخلو تاني في هذا الخيط. كنرجعو في العقيقة الكحلة، كنعمرو وحدة أخرى كحلة، كنجيو هنا. هاد الخط الأول كيكون صعيب شوية، حيت ملي كنصاوبو هاديك السنيسلة الفضية كندخلو في العقيقة جوج نوبات ثلاثة، كتجينا هنا صعيب ندخلو الخيط بهذا بوحدو. هاد الصف تيكون شوية صعيب، من بعد كتسهل الخدمة. ثلاثة كحلين، وحدة فضية، ثلاثة كحلين، كنهزو عقيقة بعقيقة. ارجعوا في العقيقة، ارجعوا عاود في العقيقة، كنهزو وحدة أخرى كحلة، كندخلو هنا، كنرجعو في العقيقة الكحلة، كنهزو وحدة فضية، كنجيو كندخلو في نفس البلاصة فين دخلنا بالكحلة هنا. كنرجعو في الفضية، بحال هكا احنا صابنا الصف الثاني. هنا الصف، هاد الصف التالت جانا خارج بجوج عقيقات، ماشي غير بعقيقة واحدة، كيجي خارج، كيجي شوية كبير، كتكون عندنا وحدة فضية وربعة بيضين وجوجات فضيين وربعة بيضين وحدة فضية. غنوريكم الطريقة كيفاش تنخرجو جوج غرزات. قبيلة هزينا وحدة فضية وحدة كحلة، دابا غنهزو جوج كحلين،
هكا وكنجيو جوج كحلين كنجيو كنضربو هنا في هاد الغرزة كنرجعو في الكحلة وكنرجعو تاني لهاد الكحلة اللي في الجنب اللي دخلنا وكنجيو وكنعمرو فيها واحدة في الضية فوقها هاك كنعاودو فوقها غرزة واحدة أخرى كنرجعو في الكحلة هانتوما نتمنى تكون باينه لكم تسجيل الغرزه خارجه ترجعوا في الكحله ها هي كتجي بحال هكا خارجه كنهزو وحده اخرى كحله كنطلعو للفوق اخرى كحله كنطلعو للفوق عملنا 4 كحلين كنعمرو جوجات فضيين كنرجعو في العقيقه رجعت تاني منين دخلت سربت الخدمة كنهزو العقيقة وكندخلو هنا في الخيط ولكن من بعد ما كنرجعوش في الخيط بعد المرات الا ما رديناش البال مزيان كنرجعو في نفس الخيط كي خصنا ندخلو غير في العقيقة وغلطت هزيت الكحل كان خصني ننزل في الضي عمرت الخيط لبرا سربت هذيك العقيقة الكحلة جبنا 4 كحلين غنهزو جوجات فضيين واحد كارجعوا في العقيقة كنديرو 4 اخرين كحلين هكا واحد كنرجع للفوق طفرة جوج ثلاثة دابا غنهزو العقيقة الرابعة وغندخلو هنا تنضربو في نفس الغرزة فين ضربنا من قبل بحال كي كنا كنديرو اللي كنديرو العقيقة الفضية تندخلو هنا
كنرجعو في العقيقة، وعاد كنهزو وحدة في الضية كنعمرو هنا فوق العقيقة بحال هكا، كنعاود عليها كنرجعو في العقيقة الكحلة. دابا خدمنا هذا، دابا غنخدمو هذا، الصف الفوقاني عندنا وحده في الضيه، اربعه بيضين، ثلاثه في الضيين، اربعه بيضين، ثلاثه في الضيين، هنا طلعنا هنا غادي نلوي الخيط باش تجيني تاني العقيقه خارجه هنايا، غادي نخشي الاول الخيط هنا في وسط هذا الخيط اللي بيناتهم، كنقطع دابا هذا صافي تزيرات ليا الخدمه، دابا ما باقيش كنخليو هذا العقيق، هذا الخيط الاولاني ما كنقطعوش من الاول حتى كنبداو هذا الجناح الفوقاني باش كنتاكدوا ما غاديش تسرب لينا الخدمه، دابا صافي تزيرات الخدمه ما باقيش غتسرب لينا، كنهزو وحده في الضيه حتى كحله، كندخلو في هذا الخيط نيت هذا، كنرجعو في الكحله، وكنزيرو كنجرب يدينا وكنزيرو، هاي كنديرو وحده اخرى كحله، كندخلو هنا أخرى، كنطلعو لفوق أخرى كحلة، من أربعة كحلين، وثلاثة في الضيين، واحد ما دخلتهاش مزيان، كنعاودو حتى في الضيه، جوج ثلاثة، كنهزو الكحل واحد جوج ثلاثة أربعة، كنرجعو العقيقه وحده اخرى في الضيه، وكنضربو في نفس البلاصه فين ضربنا فيها هذه هنا، كنرجعو في العقيقه
زيرتهاش، اسمحوا لي هكا. كرر الف طبخت من هذا الصف. دابا غنبداو كنسدو الجناح، ما بقيش كنخدمو، كنخدمو الجناح بوحدو. واحد جوج ثلاثة، خدمنا هذا، واحد جوج ثلاثة. دابا غنخدمو هذا، غنهزو وحدة في الضية وحدة كحلة، وحدة في الضية وحدة كحلة. كنطلع تاخر كحله، عندنا هذا الصف فيه تاني وحده في الضيه، اربعه كحلين وحده في الضيه، وكرجع كنرجعو تاخر كحله. وحده في الضيه دابا ما غاديش نكمل الصف هنا، غادي نرجع هنا باش نقسم الجناح، باش نصاوب كل جناح بوحدو. دابا غنهز غير وحده في الضيه، حنت بينا الغرزه العقيقه، تنقول الغرزه العقيقه تجينا داخله، غنضربو هنا على الفوق هانتو. ماشي دخلت هنا، دابا غادي نديرو عندنا وحده في الضيه هنا، ثلاثه بيضين وحده في الضيه هانتو، هاني درت وحده في الضيه، غادي نعمر هنا ثلاثه كحلين. جوج ثلاثه وحده في الضيه. شفتو هنا تا هادي دابا جاتني داخله. دابا غنخدمو هاد الصف، تا هي العقيقه غتجي داخله، يعني غادي نهزو غير وحده في الضيه، ما غاديش نهزو وحده في الضيه وحده كحله، غنهزو وحده في الضيه، جوجات بيضين وحده في الضيه. وحده في الضيه، كنرجعو جوجات كحلين، تاخر كحله، وحده في الضيه.
دابا حتى دابا ما غاديش نهزو زوجات، الجناح خصنا يجينا داخل، غادي نهزو غير وحده وحده في الضيق هكا. في الضيه وحده اخرى في الضيه، هنا عندنا جوجات في الضيه الفوق. تاك حلا وواحدة أخرى في الضيق. الصف الأخراني عندنا فيه جوجات في الضيق. واحد جوج هكاك من الجناح ديالنا غادي ندفنوا الخيط في العقيق وغنرجعوا لهنا، ونفس الطريقه اللي درنا هنا غنديروها هنا. طب انا غادي ندفن الخيط هكا غادي نطلع هنا. انا ما غاديش نصاوب لكم دابا هاد الجناح لان نفس الطريقه كتكرر، غنوريكم كيفاش تصاوبوا العلاقه. كتصاوب بحال هاد الصف الاولاني، كنديروا عقيقه فوق عقيقه، كنهزوا وحده هكا الاولى، كنرجعوا في الخيط بحال بغينا نعمرو، كنعاود نرجعو فيها كنهزو وحدة اخرى كندخلو في هاد العقيق. كنعاود نطلعو للفوق ونهزو وحدة اخرى هكا، كنبقاو هكا وحدة فوق وحدة فوق وحدة حتى كنوصلو للقياس اللي بغينا هكا. المهم كنبقاو حنا هكا، جينا طويلة شوية باش نقدرو نطويوها، كنبقاو غاديين هكا حتى كنديروها شوية طويلة وكنطويوها وكنرجعو العقيقة الأولى اللي عمرنا وكندخلو فيها تاني بالبرة، كندخلو في العقيقة الأولى والاخرى هاك، وكنشدهم مع بعضياتهم. المهم انا درت هذه غير قصيره باش نوريكم الطريقه، ها هي هكا طويله، هذه عمرت فيها 8 ديال العقيقات. نتمنى يعجبكم الفيديو وما يكونش طويل عليكم. يلا سلام عليكم، حتى الفيديو المجي ان شاء الله.